شو ناوي تعمل ريس؟ نحكي معه بالحسنة بالبول ما يبقى يعذبها لأخته، خليها تعيش بحال سبيلها. بس هيدا شكله ما بيمشي بالمنيح ريس. أنا بعمل بأصلي بالبول، فهم علينا وصلى على النبي مليح، ما فهم علينا ساعتها يا عفو الله. أساس حسن ومحص لما حكيت معه بالبول وفر علي أخذ وعطاء، طلعت منه أحسن ما تطلع منها. نحن هون جايين ناكل عنب صح؟ هلا منفوت لعند حياة ابن خدم نرجع فيها على الحياة بالما يرجع، ساعتها إذا ما تروض معي يا عفو الله. دبارو عندي حوافي معلم. وصلوا وصاروا بالساحة. تمام تمام يلا. يا حيات حيات يا حيات 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 غريب عوافي وين بدها تكون راحت؟ ما راح يخليها كرم تروح محل، اكيد عامل فيها شي شغله. معقول يكون حابسها جوا ومانعها تتحرك؟ ما في شيء غريب عليه، بتعرف رح اتصل فيها. والله ما في حدا هون؟ والله ما بعرف. لا انت معك رقمها؟ اخذته من الرسمية. حركوا شباب، الوضع مش منيح. من جوا بيطلع الصوت ما؟ الصوت من جوا ايه؟ حيات؟ حيات بك شيء؟ حيات؟ يا حيات؟ حيات؟ عم يرن؟ حيات؟ روخ لعالباب، ايه؟ روخ لعالباب على السريع. اخلعوا اخلعوا. ايه رواق يا شباب روق. خير يا معلم في شيء؟ لا لا سلامتك انت وياه ما في شيء. يمكن نحن مغلطين بالحي بس. ريس يمكن تاني حي مش هيدا الحي. احنا غلطنا.